أكد القيادي في الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أهمية أن تكون الأولوية لقضية السلام في السودان وأن تسير جنبا إلى جنب مع عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وقال الدقير في تصريحات له على هامش المشاورات بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير في القاهرة إن الجبهة الثورية ترى أن هناك تفاهمات جرت في أديس أبابا نتجت عنها ورقة كان الاتفاق أن يتم ضمها في الوثيقة الدستورية، لكن الجبهة ترى أن تضمينها لم يكن كافيا، لذلك تم الحضور إلى القاهرة لمناقشة ملاحظاتهم وإيجاد مخرج لهذا الأمر.